لان الشكايه ديالي اللي تقدمت بها من اجل الطرد التعسفي. انا عندي مشكل مع الشركه، لان هذه الشركه هذه خدمت فيها المده ديال 8 شهور. دابا خدمت فيها المده ديال 8 شهور. هذه المده ديال 8 شهور كيعطيونا ديما الصرير ناقص، الصرير ديما ناقص، وما كيديروا معنا 48. ديك 48 اللي كيديروا ما في كيلو حوالينا، ما كيلوحوش لينا في البنكه، وما عندناش الضمان الاجتماعي. انا طحت واحد النهار مره واحده، طحت كريز، جاتني واحد الكريز، طحت اللي خدام معايا هو بحالي بحالو، هو اللي جاب لابينونس وخلصها، خلصها من الجيب ديالو، خلص لابينونس من جيبو، وهو اللي هز لي السبيطار، وهو اللي تكلف ليا بجميع المصاريف ديالي. علاش هاد الناس هادو ملي كان حنا ما كيقول لك حنا ما عندنا ما نديرو لك. ملي جيت صحيت وجيت، جيت بغيت نخدم، قال لك لا انت مطروب، علاش انت مريض خاصك تجيب لنا واحد التيست. ملي جيت عندهم قلت لهم راه حشومة عليكم هادشي، انا غير مرض وانتوما جريتو عليا، اش من حق هذا تجريو عليا؟ مشيت عند مفتي الشغل، ملي مشيت عند مفتي الشغل صيفط لهم السيده، ملي صيفط لهم السيده جاو قال لك لا حنا راه غنديرو معاك مزيان، غادي نرجعوك تخدم ونرجعوك هادي، رجعوني المده تكمل داك الشهر ديالي. ملي كمل داك الشهر ديالي قال لك لا ذوك الناس ديال هاد واش بغاو؟ حنا الاداره شفنا بقاو ما بقاش بغاتك. تي ملي كانوا بقاش بغاو يقولوها ليا، حنا كيجيو عندنا، حنا بعدا واحد الحاجه غنقولها لك، نقولها لكم، حنا راه انا راه خدام غير نوار، ماشي انا، معايا حتى الناس خويا خدامين نوار. كيجينا واحد ما كنعرفوش شكون هو. كيفاش نوار اسي؟ نوار اخويا، نوار اخويا هو هاد السيد، هاد الناس هادو ما كنعرفهمش، حنا ما كنعرفهمش شكون هما، واش يمكن لي راه ما كنعرفهمش انا شكون هما، ما كنعرفهمش. كيجيو ناس اخرين، كيجي الله واحد من الشركه اللي كنعرفو صافي، وهذا الواحد ما بقاش كيبان. قال لك لا ما تبقاوش تعيطوا لهذا السيد، عيطوا لينا حنا. ملي كنعيطوا لهم على شي مشكل وداك الشيء كيقول لك لا حنا ما عندنا ما نديروا لكم. هي هذيك ملي صيفطتهم ديك السيده، صيفطتها لهم، قال لك حق راه غادي نرجعوك. عاوتاني عيطت ليا ملي وصلت مع المفتي الشغل، وصلت مع هذه المساله ديال الزنزوس، داني 16. انا ما فحاليش باش ندير نافيط، انا راه ما فحاليش، راه الطاكسي راه 15 درهم، حسبوا انتوما 15 درهم في 15 درهم وتسامت 840 الف ريال. واش هاد 840 الف ريال هما كاملاش؟ راه ما كاملاش، راه هما كيقول لك 840 الف ريال، راه اقسم بالله تا كنشد 34 الف ريال تا 37 في الشهر. وفيما كتهضر كيقول لك انت ابسو، علاش انت ابسو؟ انت ابسو، ابسو شحال باش كتحسب؟ كتحسب 12 الف ريال 16 الف ريال. هذا غير نهار واحد الا ما جيتيش فيه، الا ما جيتيش نهار واحد كيحسبوا لك 16 الف ريال. كنتكيل بالمغيبات بانني انا راه مريض، ولا كنعيط ليه هو في الواتساب، ولا كنعيط للشيف ديالي كنقول له الشيف انا راه مريض، وعندنا روبو ديما نهار في السيمانه كيكون عندي اثنين الاثنين، ديما الروبو ديالي هو الاثنين. علاش؟ حيت كنبغي نتقدى وليدات اختي، راه كنبغي بزاف ديال الحوايج، عندي ديما الاثنين الاثنين. منين جيت هاد المهم مشيت عندهم، قلت له الله يرحم لك الوالدين اشنو غدير معايا؟ قال لي لا غتمشي 16. واش انا ما استطعتيش باش نمشي 16 لا نافيط؟ ومشيتي 16؟ مشيت 16، ماشي ما مشيتش، مشيت 16، خدمت مده ديال 4 ايام. ومن بعد؟ من بعد مرت جاتني السخانه، حيت هاد الفيروس كله كاين، جاتني غير المرض، فهمتي، جاتني غير المرض، سخانه جاتني عاديه نهار واحد، نهار ثاني قال لي لا دابا سيطريح السيمانه. ومني مشيت نضرب دورة ما لقيتش واحد نخدمو بلاصتي، قال لك انت ريح السيمانة، زعما هاد السيمانة هادي بأنك انت راه مطرود، راه فعلا راك انت مطرود. ودابا كنتمناو مسؤولين ديالي هي اللي عندي، دابا هاد السامرة ديالي هي اللي عندي، والله وأنا غير عايش غير أنا وياها. عندي الوالدة ميتة، ما عنديش، كنعيش واحد الوضعية مزرية بزاف، واحد الوضعية اللي كنعيش فيها دايرة بزاف. واش ميمكنش ليا نصيفط المرا ديالي باقا صغيرة ونصيفطها حتى تبقى تخدم؟ ميمكنش ليا، كنعيش في واحد الظروف صعيب بزاف، لأن أنا ما بعض المرات ما كنلقاش ما كناكل، ما كنلقاش من نصرف. دابا هاد الشركة هادي راه ما خلات لينا، كتخليني والو، ما كتشاط ليا والو، مول الحانوت اللي كنهز عنده الكريدي ما بقاش بغا يعطيه ليا، قال لك لا ما نعطيكش أنا كريدي.
فهمتي بزاف عندي هاد المشاكل، بزاف ديال هاد المشاكل اللي عندي من اجل هاد الشركه.